بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحطاب في كتابه المسمى بقرة العين شرح ورقات إمام الحرمين: وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده. النهي النفسي يعني النهي القائم بالنفس، النهي القائم بالنفس عن الشيء، يعني إذا صدر نهي داخلي بمعنى لا تفعل، فهل هو أمر بضد ذلك المنهي عنه؟ وكما قلنا قبل ذلك، إذا كان الضد واحدا كان هو المأمور به في هذا الشأن. لا تتحرك أمر بالسكون، لا تسكن أمر بالحركة، لأن السكون ضد الحركة ولأن الحركة ضد السكون، وليس هناك ثالث. فإذا قيل لك أو إذا قام بالنفس نهي عن الحركة فهو أمر بالسكون، والعكس كذلك. قال: وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده. والنهي إما أن يكون على سبيل التحريم، وإما أن يكون على سبيل الكراهة. فإن كان النهي النفسي على سبيل التحريم كان الأمر بالضد على سبيل الوجوب، وإن كان النهي على سبيل الكراهة كان الأمر على سبيل الندب. وإما أن يكون الشيء له ضد واحد، وإما أن يكون له أضداد. فإن كان له ضد واحد فهو أمر به، فإذا نهيت نهيا نفسيا قائم بنفسك، مثلا على سبيل المثال عن شيء، فأنت قد أمرت بضد ذلك الشيء. إن كان نهيك وجوبا كان أمرك، إن كان نهيك تحريما كان أمرك وجوبا، وإن كان نهيك كراهة كان أمرك مندوبا. فهمنا؟ يبقى ده المسألة راجعة لإيه؟ للنهي النفسي. النهي النفسي اللي هو إيه؟ قائم بذاتك، وأقصد بهذا ذات الله سبحانه وتعالى يعني. فإن كان واحدا فواضح، يعني إن كان الضد واحد فواضح. إيه هو اللي واضح؟ إيه اللي واضح؟ اللي واضح أن الأمر إنما توجه إلى ذلك الواحد فقط. فإن كان واحدا يعني إن كان الضد واحدا، مثل إيه يا أولاد؟ الحركة والسكون. فإذا نهيت عن الحركة فهو أمر بالسكون، وإذا نهيت عن السكون فهو أمر بالحركة. واضح جدا، واضح، مش محتاجة إلى شرح، لأن كل يعني شخص إذا عاد إلى عقله فهم هذا. هب أن المنهي عنه له أضداد وجودية كالنهي عن القيام. ضد القيام يا أولاد قعود، الاستلقاء، الاضطجاع على الجنب الأيسر، الاضطجاع على الجنب الأيمن، أن تنام على وجهك، أن تطير في الهواء،
كل هذه أضداد وجودية. دي مسألة متعلقة بالفروع الفقهية. فإذا كان المنهي عنه له أضداد كثيرة، فالنهي عن ذلك الشيء أمر بواحد من هذه الأضداد لا على التعيين، يبقى بنسميه كالواجب المخير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكأن الضد من قبيل الواجب المخير، إذ كان المنهي عنه نهي تحريم، أو من قبيل المندوب المخير إن كان المنهي عنه نهي كراهة. فعلى سبيل المثال حتى تتضح لكم القاعدة، إذا قيل لك نهي النفسي لا تقم، نهي لك عن القيام، فأنت حينئذ مخير بين واحد من هذه الأضداد، فأنت مأمور بها. ولذلك لو قال الرجل لزوجته متى أمرتك بشيء فأنت طالق، فرح أن لها لا تخرجي من المنزل، نهى عن الخروج، أو بلاش، قال لها لا تصنعي لي اليوم أرز، فصنعت له مكرونة طلقت، لأن ده أمره، يبقى نهاها عن صناعة الأرز فكأنه أمرها بصناعة إيه؟ بصناعة المكرونة، بصناعة الفول، بصناعة الطعام، وهكذا، لأن النهي عن شيء أمر بضده، ولذلك هذا أمر. طيب فهمنا بقى القاعدة دي بما فيها من لطافة وبما فيها يعني من معاني. وهذه قاعدة ستجد الإمام الإسنوي في نهاية في التمهيد قد فرع عليها فروعا فقهية وذكر لها تخريجات كثيرة. قال وإن كان أكثر، يعني وإن كان الضد أكثر، يعني أكثر من إيه؟ من واحد، كان المنهي عنه له ضدان أو أكثر، وإن كان أكثر كان أمرا بواحد. فهمنا الضمائر راجعة فين؟ ربنا ينظف ضمائرنا، قل اللهم آمين، يعني يصفيها من الأكدار، يطهرها من الأحقاد، يجعلها صافية خالصة له، لأن ده المطلوب من دراسة العلوم. كان أمرا بواحد من غير من غير تعيين، يبقى لو إما أن يكون من قبيل الواجب المخير بين أفراده، وإما أن يكون من قبيل المندوب المخير. اكتب جنبها كده من غير تعيين، على سبيل أنه من قبيل الواجب المخير، حيث كان النهي للتحريم ومن قبيل المندوب المخير فيه، إن كان النهي من قبيل الكراهة،
انتهينا من هذا المذهب بما له إلى آخره. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا. نعم، هو بنى هذا على إن الناهي قد يغفل عن الضد، كلمش على ربنا، لما نتكلم على إن القرآن نزل على ناسق كلام العرب، فالعربي الذي نزل القرآن على نسق كلامه قد يأمر، قد ينهى، معلش، قد ينهى عن الشيء مع الغفلة عن أضداده. وإذا كان الإنسان غافل عن الأضداد فمستحيل أن يكون طالبا وآمرا له. الفكرة كده، قال له ما هو ممكن أقول لك لا تسقني وأذهل عن أن أنت تحضر لي الطعام، أن أنت تأتيني بالكتاب وهكذا، لا تقم وأذهل عن الأضداد. طيب، فهنا بيقول بأنه، وهذه طريقة في المذهب، إن النهي النفسي ليس ذلك النهي النفسي أمرا بالضد قطعا، قطعا يعني بلا خلاف. طب ما انت قلت قبل كده يعني أمر بضده، قال ما هو دي طريقة ودي طريقة، هناك طريقة يعني لا تحكي الخلاف وتقول بأنه ليس أمرا بالاتفاق، وهناك طريقة تقول لا، لا، الأمر النفسي نهي عن واحد من الأضداد إن كان متعددا إلى آخره. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا. لماذا؟ لأن الآمر، وهذا الكلام مفروض فيما سوى الله، قد يغفل عن الضد. وإذا كان الشخص الآمر قد يغفل عن الضد فيستحيل أن يكون طالبا له، لاستحالة أن تطلب ما لا تتصوره، ما لا يخطر لك ببال. انتهينا من النهي النفسي. طب النهي اللفظي، النهي اللفظي يعني الحاصل بالألفاظ، كقولك لا تفعل. قطعا لا تفعل مختلفة عن افعل، لا تأكل مختلفة عن كل، فهما مختلفان في الصيغة قطعا وفي المعنى، لأن افعل معناها تحصيل، طلب تحصيل الماهية في الوجود، ولا تفعل معناها طلب ترك إدخال الماهية في الوجود، فلا شك أنهم مختلفان قطعا، أنهما مختلفان قطعا، لأن الأمر من ملف والنهي من ملف. وأما في مسألة النهي النفسي، الصلاح عبارة عن صفة واحدة، كلام نفسي، الأمر والنهي والنهي والأمر لا تعدد ولا تنوع فيه، وإنما التنوع والتعدد في المتعلقات، كما قلنا قبل ذلك في العلم صفة أزلية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا تتعدد ولا تتنوع إلى آخر، وكذلك الكلام، فالأمر هو عين النهي والنهي هو عين الأمر، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قال طب من جهة المعنى، فليس عين الأمر هو عين النهي، لأن عين الأمر إيه يا أولاد؟ لا، عين النهي لا تفعل، وعين الأمر افعل، ولا شك أن افعل ولا تفعل مختلفان تماما، ولا يتضمنه على الأصح، لا يتضمنه يعني إيه؟ لا يستلزمه، لأن الدلالة التضمنية المراد بها هنا الالتزام، دلالة التزامية يعني لا يلزم منه هذا،
لماذا؟ قالوا لأن الناهي عن شيء قد يغفل عن الضد فلا يكون طالبا له. وقيل يتضمنه، يستلزمه من حيث المعنى، لأنه المطلوب إيه؟ المطلوب هو عدم إدخال ماهية المنهي عنه في الوجود، وذلك يتوقف حتما على التلبس بفعل الضد. فإذا قلت لك لا تقف، يتوقف امتثالك، يتوقف امتثالك وطاعتك على أن تتلبس بضد من أضداد الوقوف، وهو الاضطجاع، الاستلقاء إلى آخره. فصار المنهي عنه لا يمتثل ولا يتحقق الإنسان بمقتضاه إلا بالتلبس بفعل ضد من الأضداد، فصار فعل الضد مما يتوقف عليه الامتثال، ولذلك ده مستلزمه. وقيل يتضمنه، يعني يتضمن أولاد، يستلزمه. فإذا قيل لا تتحرك فكأنه قال اسكن، صح؟ لماذا؟ لأنه لا يتم امتثال عدم الحركة إلا بالتلبس بالسكون. لا تتحرك يعني اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون، يعني متوقف عليه. انتهينا من الكلام على مسألة مهمة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهما مسألتان مهمتان تنتجان فروعا فقهية كثيرة، ولا بد من الاعتناء بالأصول التي تترتب عليها مباشرة الفروع الفقهية. ثم بعد ذلك شرع يتكلم على النهي، وقال والنهي، يعني بعد أن تكلمنا عن الأمر هنا نتكلم عن النهي، لأن الأمر ضد النهي ولأن النهي ضد الأمر. استدعاء، استدعاء قلنا يعني إيه؟ يعني طلب، والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، مش طلب الدعاء، لا ده هو نفس الدعاء، والسين والتاء هنا يعني زائدة تاني. طيب، والنهي استدعاء، قلنا الاستدعاء الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، وهنا ليست للطلب، لأن الدعاء معناه الطلب، يبقى إيه؟ النهي طلب الطلب، ولا النهي نفسه هو طلب الترك؟ طلب الترك. طب والألف والسين والتاء تدخل كما يقولون للطلب غالبا، لأنه في بعض الأحوال لا تكون للطلب، لأنها قد تؤدي إلى غير المعنى المراد. طلب الطلب، النهي طلب الطلب، والطلب يطلب. استدعاء الترك يعني طلب الترك. خرج بقوله الترك الأمر، لأن الأمر استدعاء يعني طلب الفعل. بالقول خرج الاستدعاء للترك الحاصل بغير القول، كما ذكرنا على وازن ما قبل. يبقى بالقول يعني بالصيغة الموضوعة لذلك في اللغة. ممن هو دونه، ذكرنا قبل ذلك أن
الراجحة أنه لا يشترط في مسمى الأمر لا العلو ولا الاستعلاء، وكذلك لا يشترط في مسمى النهي لا العلو ولا الاستعلاء، والعلو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فهو صفة في الطالب. والاستعلاء أن يطلبه بنبرة حادة، يعني يصور أنه هو عالي الرتبة وليس بعالي الرتبة كتكبر وغيره، فيظهر على صيغته يطلب به مثلا بقوة في اللفظ بشدة، يتصور أنه هو كبير ويعمل نفسه فخيم وهكذا، وهذا ليس بالراجح في المذهب عند المحققين، أن العلو والاستعلاء ليس قيدين في تعريف الأمر والنهي. على سبيل الوجوب، على سبيل يعني إيه؟ يعني على صفة هي الوجوب، فإضافة سبيل إلى الوجوب من قبيل إضافة البيان، يعني إضافة البيانية، يعني السبيل هو الوجوب، لأن السبيل هو الوجوب والوجوب هو السبيل، والوجوب هنا يقصد به الحتم. خرج طلب الترك لا على سبيل الوجوب، يعني صيغة الناهي التي أتت للكراهة لا تدخل في هذا التعريف، لأن هذا التعريف بهذه الطريقة لا يشمل إلا الحرام فقط، ما يشملش المكروه، لأن المكروه ما فيهوش حد، ما فيهوش إلزام. أمال إيه اللي فيه إلزام؟ النهي. إلزام إيه؟ إلزام بعدم الفعل، لأننا عرفنا الحرام قبل ذلك بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب قصدا تاركه. فالذي أمر أو ألزم بتركه ورتب العقاب على تركه هو الحرام، يبقى خرج من تعريف النهي المكروه على هذا التعريف. لكن الراجح أن النهي موضوع لكل من التحريم والكراهة، وعلى ذلك فالراجح في التعريف أن يقول والنهي استدعاء الترك بالقول ويقف، لا يذكر بعد ذلك ممن هو دونه على سبيل الوجوب، لأن ممن هو دونه قلنا بأنه لا يعتبر في مسمى الأمر العلو والاستعلاء، وكذلك النهي. وكذلك نقول على سبيل الوجوب ليست معتبرة في النهي، لأن النهي موضوع لكل من الحرام التحريم يعني، وموضوع كذلك للكراهة. فهمنا؟ واضح؟ إيش أسهل من كده؟ ولا يمكن أنا عشان بشرح الكتاب كتير فحاسس إنه سهل. طيب، على وازن ما تقدم في الأمر، على وزن يعني إيه؟ عايز يقول لك مثل ما تقدم في الأمر، ما تقدم في الأمر يأتي هنا كذلك، إلا أنه يقال هنا استدعاء الترك مخرج للأمر، وهناك نقول استدعاء الفعل مخرج لإيه؟ للنهي. إلا أنه يقال هنا قوله استدعاء الترك مخرج للأمر، لأن الأمر عبارة عن إيه؟ استدعاء الفعل. وقوله على سبيل الوجوب يعني على سبيل الوجوب يعني الإلزام، يعني يعني بألا يجوز لك الفعل، لكن هنا قلنا إيه في الوجوب في الأمر بألا يجوز لك الترك، وهنا نقول بألا يجوز لك الفعل، بألا يجوز لك الفعل،
فعل ايه؟ فعل الحرام، مخرج للنهي على سبيل الكراهه كما قلنا بأن لا يجوز له الفعل، وهذا كما قلت رأي مرجوح، لأن النهي موضوع لكل من التحريم والكراهة، فلا بد أن يؤتى بتعريف يشمل هذا وذاك، ولا يعتبر فيه، لا يعتبر يعني لا يشترط علو أو علو ولا استعلاء، ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. عندكم علوا؟ علو لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء، وعرفنا قبل ذلك ما هو العلو وما هو الاستعلاء، خلص. إلا أن النهي هنا بقى ما يخالف فيه النهي الأمر والأمر النهي. الأمر قلنا إنه لا يفيد الفور ولا يفيد التكرار بخلاف النهي، فإنه يفيد الفور ويفيد أيضا التكرار. فإذا قال الرجل لزوجته لا تصنعي لي طعاما، ده مش مقيد اهو، يبقى المراد ايه؟ يعني امتنعي عن إدخال حقيقة صناعة الطعام في الوجود، ولا يحصل الامتثال إلا بالفور، لأنها لو قالت له طيب أنا أطبخ بس طبخة واحدة وبعد كده امتنع، يبقى لما امتثلت. ولذلك قال النهي يفهم منه الفورية، يعني إذا نهيت عن شيء كان لابد عليك فورا أن تمتثل، بخلاف الأمر. ولذلك قال إلا أن النهي المطلق، مطلق يعني إيه؟ يعني مش مقيد، أخرج النهي المقيد فيما إذا قال لك لا تسافر اليوم، يعني أنت ممنوع من السفر اليوم، مقيد اهو مش مطلق، لكن لك ان تسافر غدا، لا تسافر غدا، يبقى انت ممنوع من السفر في المده التي قيدت وهو الغد، واما اليوم لك ان تسافر وان ترجع، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نهي مطلق ونهي مقيد. فالنهي المطلق يفهم منه انك تمتنع ابدا عن الفعل، ويكون امتناعك على الفور. فإذا قيل لا تقربوا الزنا، معناه ايه؟ معناه انه فورا ينبغي عليك ان تمنع نفسك وان تكفها عن هذه الرذيلة، اذ لو لم تفعل، وقلت مرة واحدة، يبقى حينئذ ما امتثلت ولم تتحقق بالنهي للفور. فور يعني ايه؟ يعني اول ما يسمع النهي يمتثل، والتكرار يعني ايه؟ يعني الدوام على الترك. التكرار اسمه يا اولاد الدوام على الترك. ولذلك قال فيجب، يجب هنا بيفرع، فينبني على ذلك أنه يثبت الانتهاء في الحال، هو ده معنى الفورية، إن حالا الآن بعد السماع فورا، واستمرار الكف في جميع الزمان. جميع الزمان يعني في كل جزء من أجزاء الزمان ينبغي عليه أن يكف نفسه عن الفعل، وإلا لما تحقق الانتهاء، لأنك لو فعلت المنهي عنه مرة واحدة لما حصل أنك قد امتثلت، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك. الله، يعني لأن الترك المطلق لا يتحقق
إلا بالفورية وإلا بالديمومة على الترك. طب النهي بقى المقيد، وضربوا له مثالا زي ما هو موجود عندنا في المحل على جمع الجوامع، إذا قيل له لا تسافر اليوم ده قيد له، فهو ممنوع عن إدخال حقيقة السفر في الوجود في هذا اليوم، فإذا انتهى هذا اليوم فله حينئذ أن ينشئ سفرا قصيرا طويلا إلى آخره. طيب انتهينا من هذا الكلام، ثم ننتهي إلى مسألة من المسائل المهمة التي تتعلق بالنهي، وينبني عليها كثير من الفروع الفقهية، فهي مسألة أصولية مثمرة في الفقه، وينبغي علينا أن نعتني بهذا الضرب الذي له تأثير مباشر في الفروع، وهو النهي عن الشيء هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ النهي إما أن يكون على سبيل الكراهة، وإما أن يكون على سبيل التنزيه، والقاعدة التي نذكرها تشمل هذا وذاك، فالنهي الذي للتحريم والنهي الذي للكراهة يدل على فساد المنهي عنه حتى ولو كان النهي للكراهة، وسنذكر مثالا لذلك إن شاء الله. وهو هنا يعني الشيخ اقتضب الكلام اقتضابا شديدا، لكننا إن شاء الله تعالى سنزيده تفصيلا، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا. قال ويدل النهي المطلق، انتبه إلى كل عبارة ولفظة فإنها موضوعة للدلالة على معنى. ويدل النهي المطلق، مطلق يعني إيه؟ يعني غير مقيد بفساد المنهي عنه. أما لو قيد النهي بأنه يدل على فساد المنهي عنه فإنه حتما يكون للفساد، إذا لم يقيد بذلك فهل يدل أم لا؟ وهل يدل من جهة الشرع أم من جهة اللغة أم من جهة العقل؟ ثلاثة مذاهب، والمسألة كبيرة. قال ويدل النهي المطلق شرعا، الله العلماء دول كبار قوي، كل كلمة بيكتبها وراها يعني منهج واختيار شرعا، فهو عايز يقول لك ان هذه دلالة النهي على فساد المنهي عنه هذه من جهة الشرع، يعني لا استفدناها من اللغة ولم نستفدها من العقل، إنما استفدناها من الشرع، فهي مسألة شرعية ولا علاقة باللغة ولا بالعقل لدلالة النهي على فساد المنهي عنه. يعني إيه فساده يا مولانا؟ يعني مخالفته وقوعا الشرع، يعني فساده معناه أنه متى وقع على هذا الطراز كان مخالفا لشريعة الله سبحانه وتعالى، ويلزم من الفساد عدم الاعتداد بما فعل إذا وقع. قال على فساد المنهي عنه شرعا، على الأصح عند المالكية والشافعية،
وساب الكلام. وسواء كان المنهي وسواء كان المنهي عنه عبادة، عايز يقول لك إن القاعدة دي تسري في العبادات والمعاملات والإيقاعات. عبادات صلاة، صيام، حج، عمرة، بيوع، كل باب البيوع ده اللي هي العقود، ومنها عقود النكاح كمان، والإيقاعات كالطلاق. واحترزنا بالمطلق، يعني هو أضاف كلمة مطلق. أما إذا اقترن به أي بالنهي ما يقتضي، يعني ما يدل، ما يقتضي عدم فساد، عدم الفساد كما في بعض الصور المنهي عنه. وسقطت هذه المسألة من لأنه هو إما أن يكون مطلق عن ما يدل على الفساد، وإما أن يكون مطلق عن ما يدل على عدم الفساد. فلو كان مقيد بما يدل على الفساد فهو يعني للفساد لأنه دل على ذلك، وإما أن يكون مقيد بما يدل على عدم الفساد فحينئذ لا يكون فاسد. وذلك في عدة بيوع اقترن النهي فيها بما يدل على أنه ليس للفساد. طبعا هذه المسألة لها ذيول كثيرة. عندك في جمع الجوامع هات تفاصيلها من عندك، مش تفاصيلها كلها كده، لأنه هو قد يتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه، وقد يتوجه إلى يعني ركن من أركانه، قد يتوجه وهكذا. هات لنا بقى كده بس نفصلها عشان هو يعني ما خدمهاش خدمة ذات معنى. قال ومطلق النهي، ومطلق نهي التحريم، مطلق نهي التحريم يعني النهي المطلق إذا كان للتحريم، إذا كان النهي للتحريم. وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا. ده كلام مين؟ ده كلام ابن السبكي. قال ومطلق النهي المستفاد من اللفظ، يعني لما يقول لك إيه لا تصلي في خمس أوقات، خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى فيهن، يبقى هنا إيه؟ أو دي نهي أهو. طب النهي ده إيه؟ قالوا سواء النهي ده للتحريم أو كالنهي للكراهة فإنه يدل على أن الصلاة متى فعلها الإنسان فهي صلاة فاسدة. وكذا التنزيه في الأظهر للفساد حتى ولو كان كذلك نهي تنزيه، يعني حتى ولو كان نهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن إيقاع الصلاة في خمس أوقات نهي للكراهة، فإنه يدل على أننا متى صلينا في هذه الخمس أوقات صلاة لا سبب لها متقدم ولا سبب لها مقارن فإنها تكون باطلة. ما احنا لازم شفعيا نقيد الحاجة بتاعتنا. وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، أي إيه بقى هو الفساد؟ الفساد هو وقوع الشيء مخالف للشريعة، ويلزم من كونه مخالفا للشريعة أن يكون غير معتد به إذا وقع شرعا. شرعا يعني إيه؟ يعني المسألة ديت إنما فهمت من الشريعة، يعني ليست موجودة في اللغة وليست موجودة في العقد، في العقل، لأن الشرع هو اللي بينها لي ولم تفهم من غير الشرع. وفيما عدا المعاملات، وقيل لا مش وفيها أي في المعاملات، لا هنا بيقول فيما ما مطلقا، طيب
وفيها أي في المعاملات إن رجع النهي إلى أمر داخل. يعني كذلك إذا نهي عن معاملة، طيب نهي عن معاملة ليه؟ قالوا بسبب أمر داخل في المعاملة، هات كل الفساد. نشرح الكلام ده مهم. يبقى وفيها أي في المعاملات إن رجع النهي إلى أمر داخل. طب أنت نهيت عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها، صح كده؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. طيب بمعنى أنه هو لو وقع هيقع فاسد. يعني إيه؟ يعني صاحب البقرة اللي هي حامل لا يملك المال الذي باع به ما في بطون الأجنة، والشخص الذي دفع المال المشتري لا يملك ما في بطون الأجنة. ما ده معنى الفساد. الفساد معناه إيه؟ معناه أنه لا يعتد بهذا، معناه أنه لا يعتد بهذا. افرض أن البهيمة ماتت، من كانت بتاعت مين في الأصل؟ كانت بتاعت شوال. يبقى اللي اشترى من شوال الأجنة ملوش دعوة، ياخد فلوسه، والبهيمة ماتت ماتت ملوش دعوة، لا يترتب عليها شيء. فإذا كانت في المعاملات، لأن النهي في العبادات يدل على فساده المنهي عنه، ده اتكلمنا فيه. إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها أي في المعاملة، كالنهي عن بيع الملاقيح، بيع الملاقيح اللي هي الأجنة في بطون أمهاتها. ليه؟ قال والله نهي عن هذا البيع لأن في ركن من الأركان مش موجود، اللي هو إيه؟ اللي هو المعقود عليه. أنت شايف اللي في البطن، يبقى الركن وهو المعقود عليه معدوم. طب بيع السمك في الماء أو بيع الطير في الهواء، ده المعقود عليه معدوم، غير مقدور كمان على تسليم، هتسلمه إزاي؟ ولذلك هذا البيع باطل لأنه منهي عنه، والنهي عائد إلى شيء داخل في المنهي عنه. طيب ادي اول حاجه، ان يكون النهي راجع لايه؟ راجع الى الذات. لا هات لنا التفاصيل هنا، مش لا هات لنا غايه المأمول احسن. هات امسك ده، دي عايزة شرحة كتيرة وفيها مذاهب متعددة. هات يا ابن غاية المأمول، مش عايز ادخلكم في مذاهب متعددة، بس اهو غاية المأمول اهو. على فساد اي مخالفته اذا وقع، يبقى الاولى اي قال اذ وقع عبادة كان او ايقاعا. ايقاعا احنا قلنا قبل كده زي الطلاق يعني، أو معاملة. إذا كان النهي لعينه عبادة، معاملة، إيقاع، إذا كان النهي لعين المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، كصلاة الحائض وصومها. الحائض نهيت عن الصلاة ونهيت عن الصيام، فإذا صلت لا تنعقد أصلا، وإذا صامت لا ينعقد صومها وهي آثمة، إذا كان إمساكها من أجل العبادة، وإذا كان تكبيرها من أجل العبادة. وكالزنا، لأن الزنا عبارة عن وطئ نهي عنه لذاته، ولذلك لا يترتب عليه النسب عندنا معاشر الشافعية. ليه؟ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، يعني لا يعتد به ولا يعتد بما ترتب عليه، ولذلك المزني بها لا يثبت لها المهر. طب ولو حملت خلاص ابن حرام، ده كلام مش فتوى يا اخوان، عشان ما حدش بس يعني ايه كلام، بس بنوضح به اللي في الكتاب. وكالزنا حفظا للانساب،
يبقى حرم الله سبحانه وتعالى الزنا حتى تحفظ الأنساب. يعني مش ده هيطأ الست دي ويجي واحد بعده يطأ وبعد كده تحمل. طب ده ابن مين؟ من ماء مين؟ ألف ولا ب ولا جيم ولا خاء ولا حروف الجر كلها؟ واللواط كذلك نهي عنه لأنه في محل النسل، في غير محل النسل بالنسبة للمرأة يعني، أو لخلل، دي بقى الحالة التانية هي، أو لخلل في جزئه، يبقى إما أن ينهى عن الشيء لذات هذا الشيء كما نهي عن صوم الحائض لكونه صوم، ونهي عن صلاة الحائض لكونها صلاة، فإذا صلت كانت عبادتها باطلة، صامت كانت عبادتها باطلة، أو لخلل في جزئه، أو إما أن يكون النهي بسبب اختلال جزء من الأجزاء، فإذا كان النهي متوجها إلى هذا الشيء من حيث إنه قد اختل منه جزء من الأجزاء فإنه يدل على فساد المنهي عنه، كالنهي عن بيع الملاقيح، يعني عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها، النهي هنا عائد إلى جزء وهو المعقود عليه، والمعقود عليه مختل، ولذلك لو بيعت الأجنة في بطون أمهاتها فإن البيع فاسد ولا يترتب عليه أي شيء من أحكام البيع. أو لخلل في جزئه كالنهي عن بيع الملاقيح، أي ما في البطون من الأجنة، لأن المبيع اللي هو المعقود عليه معدوم، أنت شايفه؟ طب ما ممكن يكون البطن الزائدة دي انتفاخ، ما هو معدوم، ممكن يكون ميت، ممكن يكون حتة لحم، ممكن يكون أي حاجة، وهو ركن من الأركان، المعقود عليه ركن من أركان البيع، لأن البيع أركانه ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا، يبقى دي رقم اثنين. رقم ثلاثة أن يكون النهي لأمر خارج عنه، عنه يعني عن الايه؟ عن المنهي عنه، أن يكون النهي لأمر خارج عنه لازم له، ملازم يعني ايه ملازم؟ يعني لا ينفك، حيثما وجد وجد وحيثما امتنع امتنع، وسنضرب لذلك مثلا يوضح لنا القاعدة. أو لأمر خارج عنه لازم له، يعني ملازم لهذا الأمر، كما نهي عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، كصوم يوم النحر يوم العيد الكبير للإعراض به عن ضيافة الله تعالى. مش احنا عندنا في نهي عن صيام يوم العيد وأيام التشريق ولا لا؟ وموجود في صحيح مسلم. طيب النهي ده افرض ان واحد صام، صيامه صحيح؟ لا. طب منين جبت عدم الصحة؟ قال لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. ليه؟ هو ما نهاش عن الصيام لذات كونه صياما، هذه واحد، ولم ينهى عن الصيام لأنه قد اختل ركن من أركان الصيام، وإنما نهى عن الصيام في هذه الأيام لمعنى، هذا المعنى يلازم المنهي عنه وهو الصيام. إيه هو؟ إن الأيام دي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وفي رواية النسائي وبعال، يعني جماعة، أكل وشرب وذكر وبعال في رواية النساء،
طيب ما بنذكرها بس كده يعني عشان نعرف الناس الشريعة صح. فالصيام في هذه الأيام ربنا بيقول لك أيام أكل وشرب، يعني أيام ضيافة، يعني أيام ربنا بيضيفك فيها. طيب الصوم ده يدل على إيه؟ إمساك. يبقى ما دام أمسكت يبقى أنت أعرضت عن ضيافة الله. كإنسان دخل عندك المنزل ورحت مقدم له أكل على طريقتك الماليزية، فلم يرضى أن يأكل وأنت ضيفته، يبقى أعرض عن ضيافتك أم لا؟ فالصيام حتما يؤدي إلى الإعراض عن ضيافة الله، فحيثما وجد الصيام وجد الإعراض عن الضيافة، ولا ينفصل ولا تنفصل أو لا يعني عدم ارتباط ما بين الاثنين، لا الارتباط وثيق بين الصيام وبين الإعراض عن الضيافة، فحيثما وجد الصيام وجد الإعراض. وكالصلاة في الأوقات المكروهة. مش عندنا خمس أوقات؟ في خمس أوقات نهى الشرع الشريف أن يصلى فيهن. طب النهي ليه؟ هل لكونها صلاة؟ لا. طب هل لاختلال ركن من الأركان؟ لا، إنما لمعنى من المعاني. هذا المعنى ملازم دائما للصلاة في هذه الخمس أوقات. إيه هي بقى المعنى ده؟ قال والله أصل في الأوقات ديت يعني الشيطان والذي يسجد كأنه يسجد للشيطان وهكذا، فهذا الأمر ملازم، الأوقات الخمسة دي ملازمة للصلاة، لأن الصلاة لا تنفك أبدا أن توقع في وقت، يبقى الوقت ده من لوازم إيقاع العبادة، والعبادة لا تنفك عن الوقت. وكالنهي عن بيع درهمين بدرهم. احنا ليه بنقرأ البحث من هنا؟ لأنه بحث مهم جدا، بحث مهم جدا جدا، ورأينا ان الشيخ الحطاب يعني كأنه عرج عليه كده بإشارة قلم، فأردنا ان نوسع الكلام فيه. وما تقى، نعم، وكالنهي عن بيع درهمين بدرهم. ليه؟ هل النهي عن البيع من حيث كونه بيعا؟ لا. هل لاختلال ركن من الأركان الستة؟ لا. أمال إيه؟ ده الأمر خارج عنه. إيه هو الزيادة التي نهى الشرع عنها؟ لأن الزيادة تقول إلى الربا، فالشارع نهى عن هذه الزيادة حتى لا يتحقق ويحصل ويصدق الربا، لاشتماله على الزيادة. طب الزيادة دي حاصلة بإيه؟ حاصلة بالاشتراط، بعني درهم بدرهمين، ده ألزمني بأن يكون الدرهم في مقابلة الدرهمين. طب جميل، في حالة بقى أن يكون مطلق النهي لخارج، يعني أن ينهى عن الشيء لا لذاته، رقم واحد. رقم اثنين، أن ينهى عن الشيء لا لفقد جزء منه. رقم ثلاثة، أن ينهى عن الشيء لوصف خارج عنه غير ملازم له، يعني ينفك عنه يحصل بدونه. هنضرب مثال، والمثال
هيوضح لنا القاعدة التي نريدها. فإن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه غير لازم له، كالوضوء بمغصوب يعني بماء مغصوب. طيب الوضوء بماء مغصوب منهي عنه، ده منهي عن الغصب. طب هل النهي عن الوضوء بماء مغصوب لذات الوضوء؟ لا. لاختلال ركن من أركان الوضوء الست؟ لا. طب الماء المغصوب ده ملازم للوضوء؟ لا، لأن ممكن أتوضأ بغير ماء مغصوب، وممكن أغصب الماء ولا أتوضأ به. طب لماذا حرم ونهي عن الوضوء بماء مغصوب؟ قالوا لأنه يؤدي إلى إتلاف مال الغير بغير حق وبغير إذنه. يبقى العلة هي إيه؟ الوصف هو إيه؟ إن الوضوء بالماء المغصوب يتلف المال، يتلف مال الغير، وإتلاف مال الغير غير مرتبط هكذا كالحلقة بالوضوء، لأن ممكن يوجد الوضوء بغير الإتلاف. أتوضأ بماء من الحنفية ولن أستعمل الماء المغصوب، وممكن يتلف الماء المغصوب بغير وضوء، أستحمى به كده استحمام تبرد، هغسل به كوبايات، هرش على طلبة العلم هم خارجين من الرواق، يبقى ما فيش تناسب ولا تماسك بين الإتلاف الذي نهي عنه وبين الوضوء. الحلقتين ممكن نفكهم كده، ولذلك يصح الوضوء. طب ما هو أتلف الماء، وإتلاف الماء حرام، نعم، ولكنه وصف غير ملازم للعبادة للوضوء. وضربوا أيضا مثالا بالصلاة في المكان المغصوب أو المكان أو المكروه. الصلاة في المكان المغصوب: واحد، اغتصب قطعة أرض وأخذها بالقوة من صاحبه معتمدا على جاهه وسلطانه وبنى فيها مسجد مثلا يعني، وبقى يصلي فيه. اللي حصل هنا ايه في الصلاة؟ انه قد شغل واستعمل مال الغير بغير إذنه، وهذا حرام. ولكن الصلاة صحيح، لأنه ليس منهي عنها لا لذاته ولا لجزئها ولا لوصف ملازم، لأنه ممكن أن هو يغتصب الأرض وما يصليش فيه، يستعملها ويشغل البقعة بغير صلاة، هينام فيها، هيركب فيها سيارته، هيقفلها، وممكن ان هو يصلي خارج قطعة الارض، ففي تصفيق في انفكاك الجهتين، هما جهتين. يبقى الوصف ده وهو استعمال مال الغير بغير اذنه منفصل عن الصلاة. او الصلاة في المكان المكروه، في أماكن مكروه فيها الصلاة، مثل أعطاني الإبل ومش عارف الغنم والحمام والكنيسة وإلى آخره، كل هذه الأماكن مكروه الصلاة فيها، لكن الصلاة فيها صحيحة، لأن المعنى غير ملازم للنهي. وكطلاق الحائض والنفساء،
يعني الرجل لما يطلق زوجته الحائض هذا الطلاق حرام لأنه طلاق بدعي، ولما يطلق النفساء حرام لأنه طلاق بدعي. طب إيش اللي حرمه؟ قالوا لأنه يطيل العدة عليها، لأنك قد طلقت والمرأة لا تستعقب العدة بعدها على طول. افرض ان هي كان حيضها 15 يوما، يبقى حضرتك هتعادها كام؟ هتعادها 15 يوم زيادة، فأنت هكذا تضيرها. فنهي عن طلاق الحائض أو عن الطلاق البدعي في الحائض أو النفاس، وله صور كثيرة، بسبب أنه يؤدي إلى إطالة العدة، أو أنه قد تكون المرأة حامل وهو لا يعلم فلا يستطيع أن يستدرك حتى لا يندم يعني، فإنه لتطويل العدة، وتطويل العدة في إضرار لها، والإضرار بها حرام. لكن النهي اللي هو الإضرار غير ممسك بالطلاق، لأنها قد هي التي تطلب هذا وترضى بإطالة العدة على نفسها، وقد يضيرها بغير ذلك. طيب انتهينا من هذه المسألة، وكان لزاما علينا ان احنا يعني نزيدها بحثا لانها من المسائل المهمة جدا. ثم بعد ذلك الامام الحطاب بعدما يعني اقتضب الكلام اقتضابا في هذه المسألة وفيها من التفصيل ما فيها، قال: وترد صيغة الأمر، والمراد بالأمر الإباحة كما تقدم، يعني أن صيغة الأمر تستعمل في مواطن كثيرة. ذكر في جمع الجوامع لاستعمالات صيغة الأمر 26 استعمال، مش هنذكرهم كلهم، احنا هنا بس أخذنا يعني إيه ما لابد منه. يبقى ترد صيغة الأمر والمراد بها الإباح، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطاد، يبقى ورد الأمر هنا بعد الحظر، وكل أمر ورد بعد الحظر فهو للإباح، يبقى أتى اصطادوا للإباح. طيب اثنين: أو التهديد، يعني تأتي صيغة افعل والمراد بها التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. يعني هل هو ربنا سبحانه وتعالى يبيح للإنسان أن يعمل ما يشاء، أن يقتل وأن يسرق وأن وأن وأن؟ لا، وإنما يريد أن يهدده على ذلك: افعل ما تشاء فأنت تحت القبضة الإلهية وتحت السيطرة الربانية، لن تخرج، افعلوا ما شئتم. والمهدد عليه قد يكون حراما وقد يكون مكروها كما ذهب إلى ذلك المحققون. يبقى التهديد ده المهدد عليه إما أن يكون على سبيل الحرام، وإما أن يكون على سبيل الكراهة. أو التسوية، يعني أن يسوي بين الشيئين، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، يعني أن صبركم وعدم صبركم سيان، صبرتم هتتعاقبوا وهتخش جهنم، لم تصبروا أرضك هتخش جهنم. فهو للتسوية بين الصبر وبين عدمه، وليست للوجوب. أو التكوين،
تكوين يعني الإيجاد من العدم بسرعة. وهل يا ترى التكوين ده كان بلفظ ولا تعلقت الإرادة بالمراد؟ كلام دقيق للعلماء، نحو كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة، يعني هو قال لهم كونوا يعني كلام نفسي، أم أن الإرادة تعلقت بهذا الحال فحصل؟ كلام للعلماء في هذا. انتهينا من الأمر والنهي، معنا نقف عند العام والخاص، وإن شاء الله نقرأها في المحاضرة القادمة.